ألبير كامي هو مفكر وفيلسوف وفي نفس الوقت مؤلف وكاتب روايات وأفلام ومسرحيات ومجموعة من المقالات والأطروحات الفلسفية والسياسية. الأفكار والأعمال الإنسانية دياله تتعكس بواحد الطريقة عميقة العبثية ديال وضع الإنسان وتتأسس على الإدراك والوعي دياله بهذا الوضع، تتأسس كذلك على التمرد كجواب وكحل العبثية اللي تعيش، التمرد اللي تدفعه باش يبقى دائما وسط من العمل والحركة وتعطيه واحد المعنى وهدف في هذه الحياة باش يتمكن من أنه يوصل لواحد الحالة ديال السعادة اللي غادي تزوده بالقوة الكافية من أجل العيش وحتى من أجل الموت. الفلسفة ديال كامي تتعكس الحياة اللي عاش، بحيث أنه تزاد عام 1913 وسط واحد الأسرة متواضعة في واحد من الأحياء ديال الجزائر اللي كانت مستعمرة فرنسية في ديك الوقيتة، ومات في حادثة سير عام 1960 وعاش طفولة ومراهقة صعبة ومؤلمة، بحيث أنه ولا يتيم الأب في واحد السن مبكر بسبب الحرب وعاش في ظروف مزرية مع الأم دياله، وكان مستحيل يولي ألبير كامي اللي تنعرفه دابا الحائز على جائزة نوبل للأدب كون ما تلقى طريقه بطريق المعلم ديالو لوي جيرمان اللي انتبه للذكاء والموهبه اللي كانت عند كامي وتدخل باش يقنع الاسره ديالو تخليه يكمل قرايته. وفي السن ديال 17 سنه تقلبت حياته راسا على عقب فاش اكتشف انه مصاب بالسل، وهو كشاب مفعم بالحيويه وكعاشق للحياه والبحر والشمس والسماء غادي تجيه ظلم هذه القضيه، هذه المحاكاه المباشره مع الموت اللي تعرض لها، غادي يحس ان الشباب ديالو تفلت من بين يديه، وهذه التجربة اللي عاش غير ما زادت من الرغبة اللي عنده في العيش والوجود. أغلبية الفلاسفة عبر التاريخ بالنسبة لكامي كانوا تحاولوا يفهموا ويعطوا تفاسير لهذا العالم ويوضحوا الظواهر والأسباب دياله، حاولوا كذلك يشكلوا شيئا فشيئا واحد النظام هادف ومنطقي كامل ومثالي لدائما تنهار وتتدمر فاش تواجه الحقيقة ديال العالم الواقعي اللي مازال ما قدروش يفهموا الجوهر دياله لحد الآن، لأن هذا العالم على حسب كامي هو ماشي عبارة على سلسلة ديال الأسباب والتأثيرات الخالية من العيوب والأخطاء. بالرغم من وجود قوانين ثابتة ومهيمنة في هذا العالم تبقى دائما فيه واحد المكان للخطأ والاختلاف والعدم الاكتمال، لهذا فكامي ما تكترتش بالأسباب ديال الوجود قد اللي تكترت بالتناغم والاندماج دياله في هذا الوجود. تقول اللي مهم بالنسبة لي هو كوني إنسان وماشي نعرف المسافة اللي كاينه بين الأرض والقمر أو المسافة اللي تتفصل بين جوج ديال الذرات وسط من الجزيئة. الإنسان بقى مركز على الأشياء لا متناهية في الكبر ولا متناهية في الصغر ونسى تماما الذات دياله اللي كاينه في المركز ديال الوجود وتجسد المرجع الرئيسي في المسار اللي غيؤدي للسعادة دياله، السعادة اللي ولت غريبة في هذا العصر. والدليل على حسب كامي هو أننا تنميلوا للاختباء من أجل الممارسة ديالها، لأننا تنحسوا باللي ما خصناش نعترفوا بها، بما أنه فاش نقوموا بهذا الأمر تيجيونا أفكار سواء من عندنا أو من عند المحيط ديالنا اللي تفكرونا بمجاعة الأطفال ديال إفريقيا أو اللاجئين ديال سوريا إلى آخره اللي هما ماشي سعداء، وحتى احنا في ديك اللحظة ما تنبقاوش سعداء، ولكن هذا خطأ لأن القوة والسعادة ديالنا هي اللي غتسمح لنا باش نساعدوا الأشخاص في الضعف والتعاسة ديالهم. الفلسفة ديال كامي تحاول تعطي واحد الحل وعلاج للعبث اللي تنواجهه في الوجود ديالنا واللي تولد جميع انواع احاسيس التعب والشمئزاز اللي تنحسوا بها فاش تنستوعبوا ان حياتنا تدور حول افعال متكرره خاليه من المعنى وغاديه نيشان في الطريق ديال الموت والفناء. هاد العبث بالنسبه لكامي تنشأ من المواجهه الدائمه اللي كاينه بين النداءات ديالنا والصمت الغير منطقي ديال العالم، وبالنسبة له ماشي العالم اللي عبثي وما عندوش معنى، وإنما العلاقة اللي تتربط الفرد بالعالم هي اللي عبثية وما عندهاش معنى. وتنكتشفوا هاد العبثية وتنواجهوها في معظم الأحيان من غير فاش تنكونوا تنقلبوا على واحد الاتساق وواحد التناسق بين الأشياء، وبالخصوص على واحد المعنى لهاد الحياة، وما تلقوش أجوبة وتفاسير منطقية للأسئلة والنداءات ديالنا. تنواجهوا العبثية ديال الحياة حتى أثناء التجارب اليومية اللي تنعيشوا واللي تتفرض علينا نفيقوا وننسوا ونشدوا الطريق كل نهار للمدرسة أو للخدمة، تتفرض علينا كذلك ناكلوا باش نبقاو على قيد الحياة إلى آخره. بالنسبة لكامي الوعي بهذا الروتين هو أول وأهم مرحلة في التطور الوجودي ديال البشر، هو البداية ديال كل أشياء اللي ما تيكونش إطلاقا عندها قيمة بدون هذا الوعي. وفاش تنوعوا بالحياة المتكررة اللي تنعيشوا وبالعبثية ديالها وتنستوعبوا النهاية الحتمية ديالنا اللي لا مفر منها، تتدمر شوية بشوية الأوهام والمظاهر قدامنا
وتنوليو تنحسو براسنا غرباء، غرباء على هاد العالم اللي عايشين فيه، وحتى هو تيولي تيبان غريب علينا هو والاشياء اللي تتنتمي ليه، لدرجات في بعض الاحيان وبالنسبه للبعض في الكثير من الاحيان تجي الفكره ديال الانتحار، ديال ان الشخص يوضع حد للوجود ديالو. ولكن كاميو ترفض هذا المبدأ اللي من خلاله تتم القمع ديال الوعي وديال اليقظة اللي تتأدي بالإنسان للتمرد. بالنسبة له الانتحار هو علامة على نقص القوة في المواجهة ديال الفراغ والعدم والغياب ديال المعنى، لأنه بالرغم من أي شيء هذه الحياة تبقى تستحق العناء، بما أنه ما كاينش شي حاجة أخرى من غير هذه الحياة. فكاميو تأكد أننا خصنا نعيشها على أكمل وجه ونصنعوا بنفسنا واحد المعنى ليها. على هادشي ترفض حتى الأديان سواء كانت روحية أو سياسية لتصنع آمال وأوهام ومعنى وهدف لهذا الوجود في واحد العالم آخر خارجي وما عندوش علاقة بهذا اللي تنعيشو فيه. بالنسبة له خاص الإنسان يصنع معنى وهدف في هاد الحياة العبثية اللي تستعب وتدرك بالعقل دياله، خاصو يتعلم كيفاش يتمرد في عط ما يكون تيميل الانسحاب من خلال صنع ديال أوهام وآمال كاذبة. خاص تكون عنده الشجاعة باش يواجه ويعيش ويتقبل هاد العبث، ويتعلم كذلك يكون حر قدام العبودية ديال الحياة وشغوف قدام لا مبالاة ديالها. ما يمكنش يكون حب ديال العيش والحياة بدون يأس من هاد الحياة. اليأس تنبع من الإدراك ديال الإنسان المحدودية ديالو في هاد الوجود، بينما الأمل تنبع من التجارب اللي تنعيشو فاش تنواجهو هاد الوجود. خصناش نعيش ونشوفو في هذا الكون بواحد طريقة سلبية، خصنا دائما نخليو نفسنا في عمل وفي حركة ونحاول نعيش جميع اللحظات بعفوية وحيوية. تقول خصنا نتخيل أن سيزيف سعيد. كاميو تعطي واحد تحليل عميق للتجربة العبثية الخالية من المعنى اللي تعيش كل إنسان من خلال المقال الفلسفي ديال أسطورة سيزيف اللي أغلبي تنقرها أو على الأقل سمع بها فاش كان صغير. من أجل التذكير، سيزيف في الأساطير اليونانية هو نصف إله اللي حكموا عليه الآلهة أنه يطلع على كتافه واحد الصخرة للقمة ديال الجبل، وسيزيف تبذل واحد المجهود هائل باش يطلع هاد الصخرة اللي دائما تتعاود تستحرج للأسفل بسبب الوزن ديالها. الآلهة فكروا أنه ما كيناش شي حاجة مؤلمة أكثر من هاد العقوبة اللي هي عمل بدون فائدة ومجرد من الأمل ومن المعنى. ما تمش التركيز على سبب هاد العقوبة الرهيبة اللي حكمت على سيزيف يعيش حياة عبثية ومليئة باليأس والمعاناة. كاين الكثير من القصص حول هاد الموضوع، كاين اللي تقول بلي كان من قطاع الطرق، كاين اللي تقول أنه فشى بالأسرار ديال الآلهة. قصص أخرى تتأكد أنه بسبب التحدي ديالو لهاد الآلهة والشغف والتشبث ديالو بالحياة من بعد الموت إلى آخره. الآراء حول السبب اللي خلاه يقوم بهذا العمل العديم المعنى والفائدة في الجحيم مختلفة. الأساطير بصفة عامة داروا غير باش يحركوا بعيد الخيال ديالنا، ولكن في هذه الأسطورة هذه الكاتب ركز أكثر على المجهود المتطور ديال واحد الجسم منهك وواحد النفس مدمرة باش يهزوا الصخرة الضخمة ويطلعوها للقمة ديال الجبل باش تعاود طيح للأسفل ويتم عاوتاني القيام بهذه العملية مئات ومئات المرات إلى الأبد. وفاش سيزيف تيشوف الصخرة نازلة للأسفل في بضع ثواني من بعد ما استغرق الأمر بالنسبة له ساعات أو أيام باش يوصلها للقمة، وتتفكر أنه خاصو يعود ينزل باش يطلعها من أول وجديد، هذا الرجوع المتكرر مرا الصخرة فاش تنزل بخطوات متساوية وتقيلة وتمشي بنفسه عند العذاب اللي عارفه أنه عمره غيتسالى وما عندوش معنى، هاد اللحظة اللي تعيش هي اللحظة ديال الوعي بالنسبة لكامي. في كل لحظة من هاد اللحظات تيولي أقوى من الصخرة ديالو ومتفوق أكثر على المصير والقدر ديالو. الجوهر ديال هاد القصة تتجلى في اليقظة والوعي ديال البطل ديالها اللي تزودو بالأمل الكافي اللي غادي يخفف عليه واحد شوية المعاناة ديالو، الأمل لأنه ينجح في واحد المهمة وخافهم واستوعب أنها مستحيلة. الكاتب توضح أن سيزيف رفض أنه ينسحب وما تخلاش على الوجود دياله ولو أن هذا الوجود في الجحيم، وخاف قد كل المعاني والأهداف دياله، ورفض كذلك يتخلى على الوعي دياله، وخافهم أن العمل دياله بدون جدوى قرر وخا هكاك يكمل في ديك العمل لأنه بهالطريقة بالنسبة له غادي يتفادى يوقع في الجهل وفي اللامبالاة. فضل يتقبل الوضع ديالو الميؤوس منه ويبقى واعي للعواطف والمعاناة ديالو عوض الانسحاب والنسيان والتشبث بالأوهام، واكتشف واحد القوة داخلية اللي تتحركه باش يواصل المثابرة وتتزود بالأمل وسط من اليأس وبالسعادة وسط من اليقظة والمعاناة اللي تتجي معها. هادشي اللي تقصد كاميو فاش تقول أننا خاصنا نتخيلو سيزيف سعيد، سعيد بالأداء ديال الواجب ديالو في هاد الوجود،
سعيد بالاحتفاظ بالوعي وبالاستمرار في العيش بالرغم من غياب الهدف والمعنى. السعادة بالنسبة له هي تقرر وتختار أنك تكون سعيد وتبقى في نفس الوقت يقض وعي بالوضع ديالك في الوجود وبالمعاناة اللي تتنبع من عدم الفهم ديالك لهذا الوجود. وأهم حاجة هي تستوعب أنه ما كانش وجود للسعادة بدون وعي وبدون معاناة. بالنسبة لكاميو السعادة واليأس بجوج بهم أبناء ديال نفس الأرض وما يمكنش أبدا الفصل بيناتهم. باختصار هاد الأسطورة تتعلمنا أهم واجب في هاد الكون واللي هو نعيش وجود مؤلم وغير مفهوم ونلقاو فيه القوة ديال التمرد اللي غادي يوصلنا للسعادة ديالنا. هاد الأسطورة هي في الحقيقة غير استعارة للوضع ديالنا كبشر. العامل فوقتنا دابا تعاود نفس المهمة كل نهار، المصير ديالو ما تقلش عبثية على المصير ديال سيزيف، ولكنه سيكون مأساوي غير في اللحظات اللي تولي فيها هاد العامل واعي بالوضع ديالو. سيزيف كمتمرد استوعب الوضع ديالو في كل ديك المرات اللي ترجع مورا الصخرة باش يعاود يطلعها للقمة من أول وجديد. ديك اليقظة اللي خاصها تكون عذاب بالنسبة له هي اللي ولات تتغطي النجاح ديالو. وبالفضل ديال الوعي اللي عنده ما بقاش تعيش المصير ديالو بطريقة مأساوية. وهكا تعلمنا أن واخا الحياة ما عندهاش معنى غنقدو نلقاو هاد المعنى من خلال الاستخدام والممارسة ديال الوعي ديالنا. فاش الانسان تيكون تيتسائل اسئله بحال علاش انا كاين، علاش تنقرا، علاش تنخدم، علاش خصني نكون اسره، كيفاش غتكون المواجهه ديالي مع الموت الى اخره، تتغلب بهالطريقه على العبثيه اللي تعيش وتتحرر من الوضع ديالو كعبد لهذا العبث اللي هو اذا ماشي عقبه امام السعاده ديالنا. لانه على حسب كاميو سيزيف تيكون حزين غير فاش تيشوف راسو انه ضحيه مدلوله ديال الالهه في الجحيم، ولكن في اللحظة اللي تيوعى فيها أنه بإمكانه يرفض هذا المقام ديال الضحية تتبدأ تبان وتتجلى السعادة الصامتة دياله، تيولي تملك القدر دياله والصخرة تتكون الشيء دياله. بالرغم من غياب المعنى الكفاح والحركة والقيام بالعمل هو اللي تيعطي لسيزيف العظمة دياله وتخليه يتجاوز المصير والقدر دياله. وبالنسبة لكاميو مجرد النضال والكفاح من أجل الوصول للقمة كافي من أجل ملء القلب ديال الإنسان.